اما الفندام حطينا كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من عسل الجلوكوز على نص كوبايه من الميه، دوبناهم ونضفنا حواليهم وسويناهم على درجه حراره 121 بالترمومتر او تيست الثلج بالازاز وحطيناهم في المكنه. بص عملوا ايه، عندك الفندام جاهز كده بالشكل ده، يبقى ايه فانيليا كده بالشكل ده، يبقى نعناع اسانس النعناع. نشغله نخفقه، اكون جايب له صينيه صغيره زي ما انت شايف كده قدامك. عايز الروح اعلى من كده شويه، اعلى من كده شويه، اديها روح تاني وروح نعناع او روح فراوله. خطواتك كده كلها قدامك، اهم حاجه تبرديها في المكنه وبعد كده تحطيها في صاج يكون مدهون ماده دهنيه ومتبطن سكر بودره ومتبطن كمان ايه نشا، وتسيبيها ياخد الرطوبه وتقطعيها بقى مستطيلات مربعات زي ما انت عايز. اهم حاجه جاهزه كده عندي الفندان بتفاصيلك، كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من عسل الجلوكوز، نص كوبايه من الميه، تسويها على درجه حراره 121 او بتست الثلج يعمل ازاز، تخبيط الازاز مش تخبيط اللبان. استوى كده خلاص، اروح جاي واخدها يا حسني. فندام بالارواح بتاعت زمان عشان تستمتع بيها يا عم حسني. بصي العرق بتاعه والعود بتاعه، هو ده التركات والحركات. اه صح، ما حضرش هو الارواح. اه ما حضرش الارواح. هياخد الرطوبة هيعمل لك الترميلة اللي انت عايزاها عشان السخرية. خدي بالك تكوني تستعملي جوانتي وتفرديه بسمك نص سنتي عشان التقطيع.